بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم المليح مولي الحسين الرئيس للمغربية ونصرة حقوق الإنسان فرع إقليم الحوز. أولا وقبل كل شيء كنشكروا شوف تي في على تنقل المعاناة والمشاكل التي يتخبط فيها إقليم الحوز وبالضبط جامعة الترابية سيدي عبد الله غيات. أولا وقبل كل شيء غنبداو بالملف ديال واحد الطريق اللي هي طريق أش، اللي هي طريق أش وبعض طرقات أخرين 50 كيلومتر، المهم اللي هي دايزة في المجلس السابق في 2013، ولكن للأسف يكون شبهات وخروقات وتزوير في المقرر ديال 2013 على واحد جميع الجهات اللي هي ساهمت وناضلت في هذا الملف. هذا هناك تيبان لنا مشاكل بالجملة في طريق أش. طريق أش اللي بينا نهضروا عليها وبينا ننقلوا الصوره الى جميع الجهات المسؤوله. طريق اش تعطات هي الدراسه ديالها بواحد 300 مليون، طيحه ب 6 مليون الكيلومتر في الدراسه. كيف يعقل ان طريق فيها في الدراسه 5 مترو وهي فيها 2 مترو؟ كاين البلايص اللي فيهم هي متر ونص، كارثه عظمى. حنا بغينا لجان تجي وتدير معاينه في علم مكان على طريق اش جميع الجهات المسؤوله. اولا الفرقه الجهويه مشكوره تلقات بالملف ديال طريق اش، عيطت علينا كممثل انا الهيئه انا باقليم الحوز ودينا لها ما يثبت ودينا لها الوثائق، ولكن للاسف طريق اش بين لنا فيها شبهات وخروقات بالجمله. واش عرفت شنو هي 300 مليون للدراسه وما فيهاش تتبع؟ شكون الجهة المسؤولة؟ شكون الجهة المسؤولة على مثل هذه؟ راه جريمة، هذه راه جريمة وتزوير، وحنا راه كنتحملوا مسؤوليتنا وعندنا ما يثبت، عندنا وثائق، عندنا ما يثبت، وبناء على طلبات حصول على المعلومة والتذكير عاد درنا شكاية للجهات المسؤولة باش تفتح تحقيق. حنا ماشي فوق القانون، حنا مع القانون، وحنا بغينا هذه البلاد ما تحركش، بغينا هذه البلاد تزيد لقدام وبغيناها تزيان، ماشي بغينا فيها تزويرات وبغينا فيها مشاكل، لا. ما قدرتيش على المسؤوليه ما تدخلش للمسؤوليه، ما تنهبش المال العام، ما تنهبش المال المواطن والمال العام، هذه راه كارثه عظمى. هذه حنا بغينا الجهات المسؤوله تفتح تحقيق في هذا طريق اش، انه طريق اش فيها خروقات في الجمله، لا في العرض ولا في الطول ديالها ولا في المبلغ باش تحطات هذا الطريق ولا في التزوير ديال المقرر ديال 2013 اللي هو زور كاتب المجلس. وحنا راه كنتحملوا مسؤوليتنا كرئيس الهيئه المغربيه لنصره حقوق الانسان فرع اقليم الحوز، بغينا يتفتح تحقيق في هذا الطريق، هذه بغينا يتفتح تحقيق عميق في هذا الطريق في القارب العاجل كما عيطت علينا الفرقه الجهويه. بالنسبه للرخص صنع مواد البناء، هنا كيبان لنا واحد العداد ديال المصانع ديال مواد البناء بطريقه عشوائيه، اضطرينا باش نحطوا فيهم طلبات حصول على المعلومه ما جاوبوناش، اضطرينا باش نديروا شكايات ورساله مفتوحه الى السيد العامل الممثل صاحب الجلاله والسيد والي جهه مراكش السافي والسيد وزير الداخليه باش يتفتح تحقيق في هذه الرخص اللي تعطاو، باش من طريقه باش تعطاو، باش من صيغه، كيبان لنا شبهات كثيره في هذه الرخص. بالفعل السيد عامل ممثل صاحب الجلاله السي رشيد بن شيخي مشكور من هذا المنبر هذا، توصل بالمراسلة ديال الهيئة، صفت لجان لعين المكان، صفت لجان تواصل مع السلطات المحلية باش يتفتح تحقيق في هاد المراسلات اللي رسلنا حنا بلا راه كاينين شبهات. بالفعل لقى السيد العامل مشكور لقى خروقات وهاد الرخص تعطوه بطريقة عشوائية، ما كاين لجان مختلطة، ما كاين بزاف الحوايج. السيد العامل تم قرار ديال الهدم في 24 ساعة، كيبان لنا تواطؤ في هذا القرار. مادام 24 ساعة تعطى قرار ديال الهدم وبقات تقريبا 48 أو 68 ساعة وما تمش فيه القرار، هنا كيبان لنا تواطؤ، هنا كيبان لنا تواطؤ. درنا البحث ديالنا لقينا بلا بالفعل هذاك بيع مستودع بيع مواد وصنع مواد البناء محطوط بطريقة عشوائية، ما كاينش بلان، ما كاينش لجان مختلطة، العقار في نزاع، هنا كيبان لنا خروقات، هنا كيبان لنا خروقات. تم سحب الرخصة من السيد العامل، عطى قرار ديال سحب الرخصة،
ولكن للاسف تيبان لينا حنا رئيس جامعه الترابيه سيدي عبد الله غياث كيتحدى السيد العامل، مادام ما تمش صاحب هذه الرخصه كيتحدى السيد العامل. او بالله عليكم السيد العامل مشكور من هذا المنبر، ممثل صاحب الجلاله على عمله اقليم الحوز. حنا في التتبع ديال جميع الاشغال والمشاكل اللي كتخبط فيها منطقه اقليم الحوز في المستوى السيد العامل خدام، ولكن مادام يجي قرار من سيادتكم وما تاخذوا بعين الاعتبار ويتم سحب هذه الرخص هذا، تيبان لنا هنا راه فين هو الدستور 2011؟ فين هو الربط بالمحاسبه؟ واش هاد الناس واش هما فوق القانون؟ حنا غير بغينا نعرفوا واش كاين شي واحد فوق القانون في هذه البلاد؟ بلادنا ما بغيناش نحرقوها، بلادنا بغينا نزيدوا بها لقدام، بلادنا بغينا التنميه. راه عندك ما يثبت مرحبا، ما عندكش راه ما عندكش. تم قرار ديال السيد العامل باش تم السحب الرخصه خصو تسحبو. كاين رخص، كاين رخصه ديال 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 صنع مواد البناء، وكاينه مقهى اللي هي تعطى فيها التعليمات السيد العامل باش تم السحب ديالها. رغم ذلك ما كاين السحب. كاين مستودع صنع مواد البناء في طريق في طمازوز حتى هو كاين قرار ديال ديال السحب ويتغلق، ما كاينش. هنا تيبان لنا هاد الناس راه فوق القانون. جماعه الترابيه سيدي عبد الله غياث، انا ما خايفش من شي واحد كرئيس الهيئه، انا كنوصل الشبهات والمشاكل اللي كتخبط فيها المنطقه. السيد العامل مشكور من هذا المنبر، درنا ليه مراسلات، راسلنا كو اللجان، خرجوا اللجان اللي المكان، داروا الاجراءات، ولكن للاسف تبين لنا بلي راه كاينين الناس متواطئين في هذا الملف، وهاد الناس راه تيقولوا هما فوق القانون. وحنا كل من يقولون فوق القانون حنا معاه بالمرصاد. حنا ما خايفينش من شي واحد، كيما بتكون الصفه ديالو. حنا بغينا يتفتح، وبغينا السيد العامل يعاود يكون اللجان ويعاينوا الخروقات اللي كتخبط فيها منطقه سيدي عبد الله غياث، منطقه بالجمله. وحنا راه ما كنخافوش من شي واحد، حنا راه فوق الا باش نفضحوا الفساد والمفسدين في هذه المنطقه وفي منطقه اقليم الحوز ككل. وحنا شعارنا الخالد الله الوطن الملك.